جذب انتباهي وأنا أمر بقرب أحد المحلات. إعلان غريب كتب فيه علاج وتصليح القلوب. فضولي دفعني لدخول المحل، فوجدت رجلا كبيرا في السن قابلني مبتسما حينما شاهدني أقرأ ما هو مكتوب عدة مرات بتعجب. فقال لي: أنا أصلح القلوب وأعالجها. ثم أمسك بيدي وقال: تعال اقترب. ووضع أذنه اليمنى على موضع قلبي وأنصت وقال: دقات قلبك متسارعة ونفسك مشدود، لكن لا تجزع يا ولدي، فدواؤك عندي. والقلوب تعالج حسب نوعها، فهي أنواع. قلت له: ماذا تعني بكلامك هذا؟ قال: من خبرتي التي ورثتها أبا عن جد، فهناك قلب مشروح وقلب مجروح، وقلب سليم وقلب عليل، وقلب مغرور وقلب مسرور. والبحث يطول، فسبحان مقلب القلوب. قلت له: جئتك بحيرة واحدة فجعلتها ألفا. فضحك وتبسم تبسم العارف الحدق وقال: يا بني، عندي لك وصفة، كل من جربها تعافى بإذن الله. فأتي بورقة وقلم واكتب عني وصفتك. يا بني، رزقك مقسوم فلا تتعب، وقدرك محتوم فلا تجزع، وصديقك عاجز فلا تأمل، وعدوك ضعيف فلا تخشى. طهر قلبك من ثلاث: الكره والحقد والرياء. واجعل في قلبك ثلاث: التسليم للمولى، وحب سيد الورى، ودوام شكر الخالق في السراء والبلوى. واترك الخلق للخالق، وانشغل بإصلاح حالك، ودعك عن أحوالهم. وليكن لك ثلاث: لسان ذاكر، وجسد صابر، وعقل عارف متبصر. واهرب عن ثلاث: الحديث عن الناس، وهوى الناس، والجلوس مع من لا خير فيه من الناس. فالاستئناس بالحديث عن الناس من علامة الإفلاس. تناول دواءك ومن الله شفاؤك. يا الله، شعرت أنني قد ولدت من جديد. قبلته وانصرفت راجعا إلى بيتي، وبين عيني وصيته، وعلي أن أعمل بها، ولعل بها راحتي وانتظام دقات قلبي. إذا أتممت الإنصات فصلي على الحبيب المصطفى.